مرحبا أصدقائي منشئي المحتوي وأصحاب القنوات المتنوعة علي منصة اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الثانوية العامة الأعزاء، برحب بيكم في فيديو جديد الكيمياء للشهادة الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك الصفوف الثانوية في المملكة العربية السعودية مادة الكيمياء أيضا. هنحل بعض أسئلة الامتحانات على العناصر الانتقالية والحديد، وهنركز على بعض الأسئلة اللي وردت في الامتحانات السابقة حتى آخر امتحان دور تاني في العام الماضي، ونوريك بعض طرق الحل والأفكار المختلفة في الحلول. أسئلة تختار من متعدد النظام الحديث وبعض أسئلة المقال. حاول تركز. طبعا الأسئلة دي في بعض الكتب الخارجية برضو خدتها ونسبوها لنفسهم، بس طبعا هي في بعضهم طبعا عنده أمانة كتب إنها ورد ذكرها في الامتحانات. يعني هي الفكرة كلها إن أنت تشوف الأسئلة المتنوعة. بس اهم حاجة مصدرك الاساسي في المذاكرة كتاب الوزارة الرسمي، لان طبعا هو اللي فيه المحتوى بتاعك اللي انت مطالب بيه. لو فهمت كويس جدا ركزت فيه واتدربت على حل نوعات الاسئلة المختلفة، هتلاقي نفسك في الاخر عندك رصيد هائل من الاسئلة والمعلومات هتفيدك فترة المراجعة ما قبل الامتحانات. وطبعا السنة لسه قدامك طويلة، فانت حاول بقى تكتسب الخبرات اول باول، وتابع معايا حل بعض الاسئلة. اهم حاجة بس تحاول الاعتماد على نفسك، وتحاول تعيد الاسئلة مرة اخرى بعد ما تشوف طريقة الحل، تحلها لوحدك بايدك مش بمجرد نظر. طبعا الحل بالايد وخصوصا في مادة الكيمياء بيفرق كتير جدا، وياريت نهتم بكتابة الصيغ الكيميائية والرموز ووزن المعادلات من دلوقتي بطريقة صحيحة، لأن الكيمياء برضو في الأول والآخر صيغ ورموز ومعادلات، وده اللي يهمنا. والأبواب اللي بعد كده طبعا هندخلك كمان على جزء رياضي، يعني في مسائل، فيهمنا إن أنت تكتسب الخبرات رويدا رويدا، وما تاخدش طبعا الموضوع بقى مذاكرة جامد فأو في الاول، لا عاوزين الموضوع يبقى متدرج علشان ما يحصلش عندك عمليه تشبع والمنحنى ينزل على نص السنه. احنا عايزين واحده واحده، وابتدي بقى زود التركيز بنسبه عاليه من بعد شهر 12. ده الشغل المظبوط، وان شاء الله طبعا هتكون مستفيد من الخبرات السابقه. تعالوا معانا نحل امتحان، وإيه وحاول تتابعني كويس وشكرا.
اي زملاء ليك بتتواصل معاهم، وكذلك المدرسين بتوعك هيدوك برضو بعض الخبرات، لان احنا كمدرسين للثانويه العامه احنا بس ايه كل اللي بنعمله بنحاول نوجه الطلبه، لكن الشغل الاكتر بيكون على عاتق الطالب نفسه او الطالبه. ونتمنى ان انتوا تستفيدوا، وتابع معايا الفيديو وشوف لو عندك اي ملاحظات اكتب لي في التعليقات على قناه استربوس اليوتيوب، وكذلك هننزل لك بعد فتره برضو موقع على بلوجر كايرو ستار. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مستر اشرف الهادي كبير معلمين الكيمياء، وانتظرونا قريبا في مجموعات الدعم المدرسي اللي الوزاره بتحاول ايه تعملها علشان تخفف عن الاهالي واولياء الامور والطلبه، وتحاول تعيد الطلبه مره اخرى لمنظومه المدرسه اللي فيها وسائل الكترونيه ووسائل حديثه، سواء معامل بالنسبه للكيمياء وصبرات الكترونيه، وتواصل مع بنك المعرفه عبر شبكه الانترنت. ده كله مش متواجد في السنتر طبعا، لكن في المدرسة موجود الكلام ده، والوزارة طبعا صرفت مبالغ هائلة علشان المنظومة دي تكون موجودة، فلازم طبعا نستفيد منها لطلبة المرحلة الثانوية، وخصوصا طبعا الشهادة الثانوية العامة أقصى استفادة. فيا ريت اللي عنده فرصة للذهاب لمجموعة الدعم المدرسي من طلبة الثانوية العامة ما يضيعهاش، ويروح يجرب ويشوف المدرسين. يكفي ان انت عندك مدرسين اصليين معتمدين من الوزارة.
تخسر حاجة. ممكن ده يريحك بدل ما تقعد بقى تدب مشاوير كبيرة للسنة اللي تاخد عند اللي يقولك أنا مهندس ويقولك أنا صيدلي وطبيب واللي يقولك أنا عندي هواية التدريس. الكلام ده كله كلام فارغ. التدريس طبعا ده مهنة لازم ليها أسس وفي طرق معينة للتدريس لكل مادة، لازم تكون مدروسة ومش يعرف يوصلها لك ويوصلك لبر الأمان إلا المعلم الحقيقي. أونلاين بقى، ركز بقى معايا عشان احنا بقى دخلنا في الشغل الجديد. الطلبه اللي بره او مثلا بنعمل حل امتحان، اهم حاجه تبقى من حسابكم ان احنا كل حصه الحصه اللي بعدها بنعمل امتحان. يعني انت المره اللي جايه هتبدا نبدا لك بامتحان ورقي ماشي، اختر ومقالي عليه درجات في كل مره. فاحنا عايزين بقى كل واحد يبقى مستعد لحاجه زي كده. بس هبعت لك قبليه بقى امتحان الكتروني مشابه عشان تعرفوا السيستم بتاع الامتحان بيعمل ازاي، وعلى هذا الاساس تمتحن هنا اول 10 دقائق امتحان. طريقة مبسطة، كل هدفه معرفة الهيكل الأساسي. نموذج بسيط 15 سؤال اختر من متعدد بيعالج تعالوا معانا نحل امتحان وحاول تتابعني كويس.
كويس، كل طالب ياخد باله كويس ما يجيش يندم بعد كده ويبقى على بلان سكول. بعد ما تدوس على ارسال ويجي لك النتيجه وتعرف اخطائك، حاول تعيد الامتحان مره تانية وتشوف النقط اللي وقفت معاك وراجعها. الغرض بس ايه؟ يبقى عندك كيمياء الثانويه العامه، لان تكمله منهج الثانويه العامه في الكيمياء. وبتمنى ان تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللي عنده خبره، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.